طيب إلى خبر آخر، المناصير يهددون بإغلاق طريق التحدي. هدد مواطنو قرى المناصير الجديدة بالدامر بإغلاق طريق التحدي الخرطوم عبر بور السودان احتجاجا على ما وصفوه بالتعدي من مستثمر أجنبي على مشروعهم، ونفذوا اعتصاما بالترعة الرئيسية بمقر مشروع الركاد التابع للمستثمر منذ الجمعة. وأوقف المحتجون عملية التعدي بعد أن شرعت آليات وكيل المستثمر محمد حامد في شق الترعة وكسر الشارع الأسفلت الرئيس الرابط للقرى بطريق التحدي. وطالب المحتجون والي نهر النيل اللواء عبد المحمود في اجتماع يوم السبت بتحديد المشروع بخريطته الصادرة بموجب القرار الرئاسي لسنة 2004 واستخراج شهادة بحث للمشروع وحل مجلس إدارة المشروع التابع للنظام البايد وتكوين مجلس إدارة منتخب من المزارعين. لربما الإشارة الأكبر بعد الحديث عن المستثمر وشق الترعة وهذا الاحتصام الكبير، الحديث أيضا عن وضع خريطة معينة وحل الإدارة القديمة واستبدال بإدارة نفسه أخرى. صحيح، يعني باعتبار أنه تابع للنظام البعيد. والله هذه واحدة من إفرازات عملية الاستثمار التي كانت تتم في الفترة السابقة، خصوصا فيما يلي المشاريع الزراعية. أنا لا أريد أن أحصرها على منطقة معينة، في كثير من المناطق خصوصا في ولايتي الشمالية ونهر النيل هي مشاكل الأراضي والتصديقات الخاصة بعملية الاستثمار لمشاريع معينة من دون الرجوع إلى الأهالي ومن دون التفاهم مع الأهالي. هذه المسألة زي ما قلت لك متفشية في الولاية الشمالية وفي ولاية نهر النيل، وهذه واحدة من المشكلة الآن في منطقة المناصير. منطقة المناصير واحدة من الإفرازات التي تمت، الأمر يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى العودة إلى التشاور مع الأهالي، التوصل إلى تسويات. هذه واحدة من النقاط التي ذكرها أمس رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك في خطابه، أنه لابد أنه يكون في استثمار سليم متراضى عليه حتى أنه نحن نفتح الباب لمزيد من المستثمرين ونجذب كثير من المستثمرين الذين ظلوا يشكون مر الشكوى في الفترة الماضية من مثل هذه التعديات ومثل هذه المشاكل. المستثمر يعرف ان الارض ارضي حكوميه، وهو ياتي من هذا الباب ويواجه بالمشاكل مع الاهالي، وهذه من التعقيدات التي اضرت بكثير من المشاريع الاستثماريه. بل هناك كثير من المشاريع الاستثماريه عندما واجهتها أصحاب المشاريع الاستثمارية عندما واجهتهم مشاكل مع الأهالي تركوا المشاريع وذهبوا من غير ريع. أستاذ بليغ، لكن إمكانية تحديد الخريطة حسب المذكرة التي دفع بها المحتجون إلى الفترة قوى إعلان الحرية والتغيير ومن ثم إطلاع الجهات الرئيسة في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، يعني هذه الخريطة التي يتم بموجبها تحديد الموقع أيضا تحديد الصادر وإلزام المستثمرين ببعض الحدود والاتفاقيات، إمكانية برضو أن تنفذ الأرض الواقع، هل ممكن تعالي كثير جدا من المشكلات والتحديات اللي بتواجه التصدي ما بين المستثمر و إنسان المنطقة؟ والله أنا قلت لك يعني محتاجة لتفاهم، محتاجة لأنه الجهات الرسمية المعنية تقعد تفهم الناس، تفهم المواطنين. أنا أقصد هي حل؟ هذه الخريطة هل هي حل ولا تحتاج لمزيد من التشاور زي ما ذكرت؟ هي ليست حل بالتأكيد لو لم يتم تفاهم ويتم اتفاق ينهي المشكلة من أساسها.